الأخبار مع حمزه حسين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إلى هذه الفترة الإخبارية نسهلها بأبرز العناوين. بحضور الفريق الحكومي رئيساء الجمهورية والوزراء يبحثان خطوات حل المشكلات في مختلف القطاعات، ويناقشان مخرجات قمتي الجزائر ومصر. شهيدان وثمانيه مصابين جراء القصف الايراني على كردستان، والعراق يعده تصعيدا عدائيا وتجاوزا على السياده. منع استخدام اللوريات ودخولها في هذا المكان من 3 طن صعودا يعني 4 طن صعودا ما يمر اي لوري القادم من ساحه قرطبه السريع باتجاه هذا الجسر جسر الامانه اصطدام اليه كبيره بمجسر الامانه وسط بغداد يخلف اضرارا كبيره والمرور تمنع سير المركبات على سريع محمد القاسم بدء قمة العشرين في اندونيسيا بجدول أعمال تتصدره الحز... الحرب الأوكرانية واشنطن وبكين تتفقان على عدم استخدام الأسلحة النووية نبدأ هذه النشرة من الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وفريقه الحكوميه حيث استعرض رشيد نتائج مشاركته في القمه العربيه في الجزائر وقمه المناخ في شرم الشيخ واشار الى الترحيب العربي الواسع لاخذ العراق دوره المحوري في المنطقه وفي العالم وتم استعراض المشكلات التي تعاني منها القطاعات المختلفه وخطوات حلها من ضمنها المسائل العالقه بين المركز والاقليم وموضوعه المياه حيث جرى التجديد على الاستجابه لطموحات المواطنين إذ تعهد رئيس الجمهورية ببذل كل المساعي للتفاهم مع دول الجوار للوصول إلى اتفاقات تحفظ للعراق حصصا مائية عادلة، وأشار إلى أنه من موقعه سيعمل على دعم برنامج الحكومة الذي يهدف إلى الإرتقاء في الأوضاع المعيشية والخدمية وحماية الأمن والإستقرار، فيما ثمن رئيس الوزراء المواقف الداعمة التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين. وفي سبيل ترسيخ الامن مؤكدا ان الحكومه ماضيه في هذا المسار وانها عازمه على احداث تغيير في ملف الخدمات وصولا الى تلبيه طموحات الشعب. وكان رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني قد اصدر توجيهات خاصه بوزارتي الصحه والماليه. حيث شدد على اهميه توفير الدعم للاطباء الاكفاء والكوادر الصحيه وكان بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر ان الاخير وجه وزير الصحه ووكلاء الوزاره والمديرين العامين فيها بوضع معالجات فوريه للمشكلات التي تعاني منها مستشفى الكاظميه وشدد على اهميه تقديم تقرير سريع يتضمن الحلول خلال 48 ساعه موجها وزاره الماليه بسرعه تمويل وزاره الصحه بتخصيصات تسهم في المعالجه السريعه للمشكلات المشخصه، فيما اشار الى اعمام هذه الاجراءات على كل المستشفيات في بغداد وفي المحافظات. وكان رئيس الوزراء قد اطلع على جدول مناوبات الكوادر الطبيه في مستشفى الكاظميه التعليمي، فيما وجه بمعاقبه المتغيبين والمتنصلين عن الواجب. ينقلون قسم للطارميه، قسم للمحموديه، وقسم لابو ثلاث وجبات حسب ما مؤشر. الاطباء واللي ما موجودين. الطارميه، المحموديه، ابو غريب.

العلاج مال مركز الاورام توفر لو تشتري من برا؟ اكو علبه اخذها من برا من برا؟ ليش تشتريها؟ يمكن 120 دولار 120 دولار؟ ايش قدها؟ فيها 30 حبوه كل يوم تاخذ اربع جيبوا لها هذا العلاج جيبوا لها مال شهر تلفونه في الفتره احنا جبنا فيها

من جانب اخر وجه القائد العام للقوات المسلحه بالتنسيق مع وزاره الماليه لرصد مبالغ الخطه التسليحيه للقوات المسلحه وكان بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر ان الاخير اجتمع برئيس واعضاء لجنه التسليح في وزاره الدفاع حيث تمت مناقشه واقع تسليح القوات المسلحه في ضوء التهديدات والتحديات القائمه مثلما جرى تقييم الاحتياجات والاموال المخصصه لتلبيتها موضحا ان الاجتماع شهد استعراض الخطط التسليحيه المعتمدة خلال السنوات السابقه بدءا من العام 2004 الى غايه اليوم مع اعاده نظر شامله في مسارتها فيما وجه رئيس الوزراء باعاده النظر باليات التعاقد في ضوء الاولويات المدروسه وان يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز. هذا واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه محمد الشيع السوداني ان المنهاج الوزاري للحكومه تضمن تقديم الدعم الكبير للاجهزه الامنيه وللقوات المسلحه بجميع صنوفها لاداء مهامها في بسط الامن والاستقرار والدفاع عن وحده التراب الوطني. رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من ضباط وقادة قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمرج أعرب عن تثمينه شجاعة قوات حرس الإقليم والتضحيات التي قدمتها خلال الحرب ضد عصابات داعش مضيفا أن مصير العراق واحد والتحديات كبيرة ومواجهتها تتطلب الوقوف في صف واحد والتنسيق العالي مع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة الاتحادية فيما اشاد الوفد بالاجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والتي تصب في تحقيق الامن والاستقرار. وفي موضوع اخر وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المتخصصه بتسريع اجراءات الاعلان عن مشروع تحليه مياه البحر في البصره. المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ذكر في بيان له انه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقدت هيئه المستشارين اجتماعا خاصا لتسريع الاعلان عن مشروع تحليه مياه البحر في البصره وأضاف أن الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء ومحافظ البصرة ومثل وزارات الإسكان والموارد المائية فضلا عن المكتب الاستشاري النمساوي كرس للبدء بالخطوات العملية للمشاريع المعنية التي ستوجه نحو تحلية المياه وتشييد محطة كهربائية جديدة فضلا عن توفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية وفيما يخص مشروع قانون الموازنه الاتحاديه شدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي على اهميه الاسراع في تقديم واقرار القانون واكد الجانبان وفقا لبيان رسمي اهميه تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه لاقرار القوانين المهمه التي تمس حياه المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطله فضلا عن اعطاء السلطات والاجهزه الرقابيه دورا اكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد واكد المجتمعون اهميه الاعتماد على الكفاءات العلميه في اداره الدوله لتقديم نتائج ملموسه على ارض الواقع وتحقيق تنميه اقتصاديه وخلق فرص عمل جديده قال عضو مجلس النواب رائد المالكي ان البرلمان ينتظر من الحكومه ارسال مسوده موازنه تختلف عن السنوات السابقه. النائب المالكي خلال استضافته في نشره سابقه اكد ان الحد الادنى التقريبي للموازنه سيبلغ اكثر من 125 مليار دولار. هو في الحقيقه نحن امام حكومه جديده وبالتالي مشروع الموازنه سيعبر عن توجهات هذه الحكومه الجديده فيما يتعلق بالسياسه الماليه. نحن ننتظر صيغه مختلفه ونموذج مختلف لمشروع قانون الموازنه مختلف عن السنوات السابقه. فلهذا السبب الحكومه هي من ستبادر الى اقتراح الخطه الماليه اللي هي الموازنه وبعد ان تصل الى البرلمان يحصل تحصل مناقشه وتحصل مناقشه تفصيليه مع كل وزاره من الوزارات فيما يتعلق بنفقاتها وخططها ومشاريعها اذا الخطوه الاولى لم تبدا وهي خطوه اقتراح مشروع الموازنه بعد ان تبدا الخطوه الاولى سيحصل النقاش وسيحصل تبادل وجهات النظر حول السياسه الماليه النهائيه التي يتم اقرارها من خلال مشروع الموازنه اما فيما يتعلق بالارقام في الحقيقة نستطيع ان نضع حد ادنى لما يمكن ان يعني تصل اليه الموازنه ولكن حد اعلى هذا يتبع طبيعه المطالبات والطلبات الشعبيه ومن المحافظات والوزارات. كحد ادنى يمكن يمكنني ان اؤكد واقول بان مشروع الموازنه والموازنه ستبلغ قيمتها يعني اكثر من 125 مليار دولار ووسط تفاؤل حيال امكانيه اقرار الموازنه الماليه للعام المقبل، طالبت اللجنه الماليه النيابيه زياده تخصيصات المشاريع الخدميه ضمن الموازنه وفقا للبرنامج الحكومي، فيما كشف نواب عن تفاهمات بين القوى السياسيه وانهاء الخلافات العالقه بين الاقليم والمركز لتمرير الموازنه تنتظر اللجنة المالية استكمال الحكومة مسودة قانون الموازنة الاتحادية في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والوفرة المالية المتحققة طيلة الأشهر الماضية مطالبين زيادة تخصيصات المشاريع بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي الخدمي معولين على التفاهمات بين قيادات تحالف إدارة الدولة لتمرير الموازنة داخل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن وانهاء الملفات العالقه بين المركز والاقليم حكومه الاقليم قبل ما تشترك في هذه الحكومه يعني كانت لديها شروط وهذه الشروط كانت إحداها متعلقه بالموازنه فحصل اتفاق سياسي وهذه الأطراف السياسيه المشاركه في الحكومه والتي اتفقت مع بعضها في الموازنه وفي غيرها هي المسيطره على مجلس النواب أيضا بالتالي لا أعتقد سيكون هناك سجالات كثيره. توافق أغلب الكيانات النيابيه على دعم الحكومه ومساعيها في تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي ورغبه البرلمان في اقرار الموازنه الاتحاديه للشروع بتنفيذ الخطط الحكوميه قد يساهم بتمريرها دون خلافات سياسيه وفق نواب. اصرار اكو من جميع الكتل السياسيه على دعم الحكومه الحاليه بشكل قوي لتمرير كل امور البلاد المتعرقله ومن ضمن الامور المتعرقله هي امور الموازنه التي هي العصب الفاعل للدوله بالشكل الكامل. ولذلك جميع الامور التي هي محل جدل في الموازنات السابقه سنرى لها حلول في الموازنه القادمه ان شاء الله. وبرغم استحواذ الموازنه التشغيليه على نحو ثلثي القيمه الكليه للموازنه العامه ورغبه اغلب الكتل بتوفير المزيد من الدرجات الوظيفيه الا ان نوابا يعولون على طريقه اداره وتوزيع الحكومة للتخصيصات الاستثمارية فيها بما يساهم بتنفيذ برنامجها الحكومي أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد وفي خضم مساعيها للتنشيط الاقتصاد المحلي وتحديد هويته تشدد الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق بيئة آمنة للاستثمار فلسفه اقتصاديه تعتمد على التكامل بين كل القطاعات للخروج بنتائج مجديه وتوفير فرص للعمل. تصحيح مسارات الدوله الاقتصاديه، القياده العراقيه تجد انه يجب ان يمر عبر شراكه اساسيه مع القطاع الخاص لتحقيق اصلاح بنيوي مؤثر في الفعاليات الاقتصاديه. هذه السياسه تستند على استراتيجيه لانهاء ممارسات وصفتها الحكومه بالخاطئه ممارسات عقدت المشاريع الخاصه وخفضت من معدلات التنميه في البلاد هذا القطاع نظرا لاهميته هو من سيحل كثير من المشاكل وايضا يعني هذه فرصه للحكومه العراقيه ان تلتفت الى مشاريع اخرى يعني ستكون هناك شراكه شراكه فعليه حقيقيه مع القطاع الخاص الذي اثبت وبجداره من خلال يعني مشاريع سابقه انه كفؤ وقادر على تغيير الوضع الاقتصادي للافضل تضمين صندوق التنميه في مشروع قانون موازنه العام المقبل يراه الفريق الاقتصادي الحكومي مؤشرا مهما على تعاون السلطتين التشريعيه والتنفيذيه لتبني حصول القطاع الخاص على دور فاعل في الاقتصاد من صلاحيات رئيس الوزراء هو ان يتبنى مفهوم فلسفه الاقتصاد ولكن في تشريع القوانين تعرف في بعض الاحيان يحتاج الى تشريع من قبل السلطه التشريعيه لتمرير بعض القوانين، لكن هناك مساحه كبيره سواء بقانون الاستثمار الذي لم يطبق بشكل ايجابي وبصلاحيات رئيس مجلس الوزراء بالماده 78 تسمح له وتعطيه الفرصه لان يكون هناك تزاوج حقيقي بين القطاع الخاص والقطاع العام او الدوله. إنشاء شراكات مع قطاع الاستثمار تعول إدارة البلاد على قدرته بخفض نسب البطالة وتوفير تنمية مستدامة داعمة لخطط الدولة الرامية لترسيخ الاستقرار حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد شهيدان وثمانيه مصابين جراء القصف الايراني على كردستان والعراق يعده تصعيدا عدائيا وتجاوزا على السياده أكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أن القصف الإيراني على مقرات الأحزاب الإيرانية الكردية جاء عن طريق عشرة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على مدينة كويسنجاق في محافظة أربيل وعلى منطقة بانسر في محافظة السليمانية وكان بيان للجهاز أوضح أن الهجوم أسفر عن استشهاد شخصين اثنين وإصابة ثمانية مواطنين هذا وتلقى وزير الخارجيه فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان حيث اعرب الوزير عن موقف العراق ازاء الضربات التي طالت مواقع متعدده في اقليم كردستان العراق. المتحدث باسم الوزاره احمد الصحاف ذكر ان حسين عد خلال الاتصال تلك الضربات تجاوزا سافرا على سيره العراق وعلى امن مواطنيه مؤكدا اهميه ان يكون الحوار سبيلا لايقاف هذا التصعيد العدائي غير المبرر، فيما وصف استمرار هذه الاعمال الانفراديه بالخطيره. وكانت وزاره الخارجيه قد اكدت انها ستتخذ اجراءات دبلوماسيه عاليه المستوى فيما يخص الاعتداءات الايرانيه، الوزاره في بيان قالت انها تدين بعبارات شديده ومكرره ما اقدم عليه الجانب الايراني من قصف مدفعي وبالطائرات المسيره على عدد من مناطق اقليم كردستان العراق والتي اوقعت عددا من المواطنين الامنين بين شهيد وجريح واضافت ان هذا النهج الاحادي العدائي لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي الى الاستقرار ويعد تجاوزا سافرا على سيره العراق وعلى امن مواطنيه مما يتسبب في ارباك المنطقه ويرفع مستوى التوتر فيها واشار البيان الى ان وزاره الخارجيه ستتخذ الاجراءات الدبلوماسيه عاليه المستوى في هذا الجانب غير متوانيه عن حفظ سياده البلد وعن صونها بما يعزز امن شعبه ونبقى في هذا الملف ملف القصف حيث قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه احمد الصحاف ان الخطوات الاحاديه الانفراديه ستكرس الى المزيد من التوتر وتربك المنطقه وتعطي انطباعا عن العلاقات بشكل غير مستقر. الصحاف خلال استضافته في نشره سابقه اكد ان الوزاره تشدد على اهميه الحوار. وزاره الخارجيه العراقيه عبرنا انها سترتكن الى اجراءات ليست متعارفه او قلنا انها ستكون عاليه المستوى، بمعنى ان فور اعلان وزاره الخارجيه العراقيه عن صيغه البيان الذي نشر الى الراي العام ووسائل الاعلام فورا تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه السيد فؤاد حسين اتصالا من نظيره الايراني. بحث الامر في هذه الساعه بشكل مفصل وغير تقليدي بين الجانبين. السيد الوزير اكد ان لا بد من وضع حد لمساله الانتهاكات المتكرره للسياده العراقيه من يريد تعزيز الامن والاستقرار من يريد علاقات حسن جوار من يريد تداخل مجتمعي وعلاقات طيبه لا بد ان لا يذهب باتجاه خطوات انفراديه احاديه هذه الخطوات ستكرس الى المزيد من التوتر ستربك المنطقه ستعطي انطباع عن العلاقات بشكل غير مستقر ومعنى ذلك ان السيد الوزير اكد الى اهميه الارتكان الى الحوار واعتباره سبيلا وحيدا ومنفذا طيب. وبدورها دانت بعثه الامم المتحده لمساعده العراق ينامي دانت الهجمات الايرانيه على اقليم كردستان العراق وذكرت البعثه في تغريده لها انها تدين تجدد الهجمات الايرانيه بالصواريخ والطائرات المسيره على اقليم كردستان والتي تنتهك السياده العراقيه مشيره الى انه لا ينبغي استخدام العراق ساحه لتصفيه الحسابات ويجب احترام سلامه اراضيه فيما اشارت الى ان الحوار بين العراق وايران بشان الشواغل الامنيه المشتركه هو السبيل الوحيد للمضي قدما كشفت وزيره الهجره والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اسباب اتخاذ قرار لتعليق عوده النازحين من مخيم الهول السوري الى الاراضي العراقيه جابرو خلال استضافتها في لجنه الامن والدفاع النيابيه اوضحت ان عمليات التدقيق الامني للنازحين تكون عبر الجهات الامنيه فقط مبينه ان وزارتها أن وزارتها هي الجهة المسؤولة عن ملف النزوح بشكل عام في جميع المحافظات مشيرة إلى أن هذا القرار سيستمر إلى حين إيجاد آلية مناسبة لعودتهم وتهيئة جميع الظروف المناسبة وتقسيم الأدوار بالتعاون مع الجهات المتخصصة. منع استخدام اللوريات ودخولها في هذا المكان من ثلاثة طن صعودا يعني أربعة طن صعودا ما ما يمر أي لوري القادم من ساحة قرطبة السريع باتجاه هذا الجسر جسر الأمانة اصطدام آلية كبيرة بمجسر الأمانة وسط بغداد يخلف أضرارا كبيرة والمرور تمنع سير المركبات على طريق سريع محمد القاسم اعلنت مديريه المرور العامه حصول اضرار بمجسر الامانه بسبب اصطدام اليه من نوع بوكل محموله على مركبه وكان مدير المرور اللواء طارق الربيعي في تصريح للاخباريه العراقيه اشار الى قطع الجسر امام حركه السير حتى معالجته مؤكدا فتح ممرات اخرى بالتنسيق مع قائد عمليات بغداد لتخفيف الزخم الذي سببه قطع الجسر مبينا انه تم التوجيه بمنع مرور مركبات الحمل الكبيره على سرير محمد القاسم ذهابا وايابا استعدادا لعمليات الصيانه. عدم تحوطات للامان وعدم اتخاذ الاجراء الصحيح باصعاد هذه النقاره اذا تلاحظ صعودها مخالف لل للمعتاد عليه المفروض الماكينه بالخلف والذراع النقاره يكون خلف ليس موازي للمرض نعم حتى لا سمح الله اي تحرك لهذا الجق وارتفاعه ما ياثر حتى على قياده المركبه الساحبه عبر الجسور اللي تعرف جسر ملعب الشعب جسر المشاة جامعة تكنولوجية الظهر ارتطم بهذا الجسر نتيجة خلل بالشبن هذا تحليل الشخصي لأنه إذا تلاحظ الجق الجقات مفتوحة أدى إلى اصطدامة مع المسند للقاعدة لجسر الأمانة منع استخدام اللوريات ودخوله في هذا المكان من ثلاثة طن صعودا يعني أربعة طن صعودا ما يمر أي لوري القادم من ساحه قرطبه السريع باتجاه هذا الجسر جسر الامانه اجراء مؤقت هذا اجراء مؤقت بين من على العطب اللي صار من جانبه وجه امين بغداد عمار موسى كاظم بالمباشره في صيانه مجسر الأمانة الذي تعرض الى حادث هذا اليوم بالتنسيق مع مديريه المرور العام وكان بيان للامانه ذكر انه تم تشكيل فريق فني متخصص واجراء كشف موقعي للمجسر وتقييم الاضرار، مضيفا ان الفريق الفني الذي تم تشكيله من المكتب الاستشاري لجامعه بغداد اوصى بقطع الاتجاه الذاهب الى الكراده وطريق محمد القاسم، واشارت الى اتفاقها مع احدى الشركات المتخصصه لغرض رفع الدعامه المتضرره، ومن ثم سحب الحفاره كونها ما زالت متداخلة مع جسم المجسر والاستمرار بفصل الرافد المتضرر امتعاض كبير لسائقي العجلات في بغداد بسبب استمرار الازدحامات من ساعات الصباح الاولى وحتى انتهاء النهار مما دفع مديريه المرور العامه الى تقديم عدد من المقترحات لمجلس الوزراء للتصويت عليها من ابرزها تلقين قيد المركبات وايقاف بيع الارقام للعجلات الحديثه فيما تحدثت امانه بغداد عن عده اجراءات لفك الزخم المروري منها نشر عدد من المرائب في عموم العاصمه مشهد يلخص فوضى العجلات المختلفة التي اختنقت بها شوارع بغداد. ثلاثة ملايين سيارة خلقت أزمة مستدامة في حركة الطرق. وتصاميم تعود لعقود ماضية دون أي تطوير أو تحديث. تقليل الزحم بالسيارات، تسقيط تسقيط السيارات، تسقيط الأرقام أو توسيع الشوارع، هاي وحدة. ثاني شيء الازدحامات الطرق مالتنا قديمة. يراد له تجديد محتاجين تنظيم شوارع السير يعدلوه نفق سريع ماكو محمد القاسم نفسه يعني ما يعني ما وفرون كل شيء ما وفرون هسه استيراد هسه ما يعني كل كل الاستيراد فاتحينه. اجراءات واليات سريعه لمعالجه تلك الزحامات اعلنتها مديريه المرور ستر النور خلال ايام قليله واخرى اعلنتها امانه بغداد تتعلق بالجسور والانفاق والمرائب ستكون على مستويات قريبه وبعيده في ظل توفر الاموال اللازمه لتنفيذها. القرارات اللي تم رفعها للجهات العليا الى رئاسه مجلس الوزراء هي اولا العوده الى نظام ترقيم قيد المركبات وايقاف منح ارقام التي تمنح من قبل مديريه المرور العامه لقاء مبالغ معينه من المواطن حسب سلندر المركبه كذلك انشاء مناطق حره في الحدود لبيع المركبات القديمه للمواطن الذي لا يريد ان يرقن قيد مركبة. فك الاختناقات من جانب المرور بعدم الاستيراد هذا الجانب المهم انه عدم استيراد سيارات حديثه تقليل من الستوتات تقليل من التوك توك اكو مناطق تدخل بها اكو مناطق اه ما تدخل ترقيمها ترقيم قيد البعض من عدها ترقيم قيد السيارات القديمة دخول سيارات فقط 22 أو 21 هاي القوانين راح تساعد إضافة إلى الباركات لا تنسى أنه أمانة بغداد معنية في موضوع اه اه بغداد 14 بلديه و15 بلديه لازم كل بلديه على الاقل عندنا 10 باركات نموذجيه وعلى الرغم من الاجراءات العديده التي اتخذتها مديريه المرور العامه الا انها لم تحد من الزحامات المروريه التي ارهقت المواطنين ودمرت الطرقات الرئيسه والفرعيه عباس نعمه العراقيه الاخباريه بغداد مواكبه للتطور الحاصل في المنطقه ووفقا للمواصفات العالميه، اعلنت مديريه شؤون الجوازات عن اصدار اول جواز سفر الكتروني في الايام المقبله، واكدت الاداره ان نسخه هذا الجواز تخضع لشروط لمنظمه الطيران الدوليه في وان معلوماته مشفره وان من الصعب ان تزور. إصدار الجواز العراقي بنسخته الإلكترونية وللمرة الأولى في البلاد من المزمع أن يتم خلال العام الجاري 2022 هذا ما اكدته مديريه شؤون الجوازات ببغداد التي اوضحت ان عمليه اصدار الجواز الالكتروني تتم وفق احتياطات امنيه وفنيه لحين اعتماد النسخه النهائيه والتي سيتم اعتمادها رسميا لدخول العراق بين الدول التي يمتلك رعاياها سمه الجواز الالكتروني دوليا. قطعنا شوط كلش كبير، الجواز الالكتروني راح يضاهي الجواز العالمي يحمل كل مواصفات الايكاو ومنظمة الطيران المدني العالمية بعلامات امنيه ظاهريه وسريه ومخفيه واكد المشرفون على شؤون التطبيقات في مديريه الجوازات اعتماد سريه النسخ الاخيره التي تروج لاعتماد نسخه الجواز الالكتروني العراقي والتي ستنطلق بدايتها مطلع الشهر المقبل كانون الاول في وقت يتطلع فيه مواطنون الى اتباع اجراءات ميسره خلال ترويج الجواز الجديد طبعا باشرت مديريه شؤون الجوازات بالعمل على انطلاق مشروع الجواز الالكتروني منذ بداية العام 2021 وإحنا حاليا وصلنا للمراحل النهائية لهذا المشروع وإن شاء الله بالأيام القريبة راح ينطلق ونصدر أول جواز بالنسبة للمواصفات الفنية لهذا الجواز طبعا مواصفات عالية جدا مواصفات الأمنية جدا ممتازة يعني موضوع التزوير وما تزوير هذا الموضوع إن شاء الله راح ينتهي المواطن من عندها يعني خاصة يعني أمور تمشي يعني بين الدول مثلا مو مثل هاي الجوازات القبل يعني القديمة ولو تعاملهم حلو هو والمواطنين يفضل أنه تكون تسهيلات بعمليات المعاملات هسه أنا عندي معاملة جواز شوية نكون كانت بها عروقة فنتمنى أنه يصدر هذا الجواز لكن تكون تسهيلات من دوائر الدولة وتشير مديريات إصدار الجوازات في كرخ ورصافة بغداد أن عملية الترويج واستلام الجواز الإلكتروني ستنظم ضمن وقت لا يتعدى الاثنتين والسبعين ساعة من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اجتماعا موسعا للجنه العمل النيابيه بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعيه احمد الاسدي لوضع اللمسات الاخيره على مشروع قانون رعايه المعاقين. بيان لمكتب النائب الاول ذكر ان الاخير اكد ان شريحه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه عانت كثيرا خلال العقود الماضيه مشددا على ان يكون الاهتمام بهذه الشريحه وانصافها من أولى خطوات البرلمان وذلك عبر تشريع قانون ضامن لحقها فيما تبادل الاجتماع المقترحات مع الجهات ذات العلاقة لتضمينها في قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإضافة بعض التعديلات على نصوص القانون وبهدف تخفيض نسبة الفقر في البلد بدأ العمل بالبرنامج الحكومي لدعم الفئات الفقيرة وتوفير الأموال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع الخطة الكاملة لهذا الغرض ووصول عدد المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية إلى مليون ونصف المليون. توسعه الشمول بشبكه الحمايه الاجتماعيه وتفعيل القطاعات الانتاجيه ابرز الخطوات التي تضمنها البرنامج الحكومي للتخفيف من ازمه الفقر في البلاد التي ارتفعت في السنوات الاخيره بدانا بوضع الخطه التي ستقدم في الاسبوع القادم لمناقشة في مجلس الوزراء والتي تعني بتوسيع الشمول فيما يتعلق بشبكه الحمايه فتحنا النافذه الالكترونيه المتقدمين إلى الان اكثر من مليون ونص سيبدا البحث بعد يوم 22 11 ونتوقع بعد اجراء التقاطع المعلومات مع الدوائر المعنيه قضيه الفقر والعوائل المتعفة بالعراق الان عبرت حتى النصف بسبب الوضع الحالي وسبب الاختلافات السياسيه الموجوده كلها جاي تاثر على المجتمع وبالتوازي مع تحركات الحكومه لاستيعاب البطاله في القطاع الحكومي فان لجنه العمل النيابيه تعمل سريعا على انجاز قانون الضمان الاجتماعي والتقاعدي للعمال لتفعيل القطاعات الانتاجيه التي من المؤمل ان تشارك الحكومه في معالجه ازمه الفقر عبر دعم حكومي للشركات والمعامل الخاصة كل ما يحتاج المواطن العراقي البسيط راح نضمنه بقانون ذوي الإعاقة وأيضا قانون ضمان التقاعد والتقاعد العمال جادين بهذا العمل معازمين على اقرار قوانين هذه بهذا بهذه هذه الاشهر طبعا القريبه ان شاء الله دعم القطاع الخاص، اعطاء قروض للشباب لفتح مشاريع صغيره وتدريبهم على هذه المشاريع ويؤكد نواب ان ازمه الفقر والبطاله لن تنتهي باستيعاب الفقراء والبطاله في توزيع الرواتب والتعيينات في القطاع الحكومي وانما بدعم الصناديق التنمويه والمشاريع المدره للدخل التي تبنتها الحكومه عبر وزاره العمل والمؤسسات الاخرى ومع اهميه توسعه الشمول برواتب شبكه الحمايه الاجتماعيه للتخفيف من ازمه الفقر في البلاد الا ان نوابا يقترحون التسريع بتفعيل القطاعات الانتاجيه لانهاء الازمه سجاد الموسوي العراقيه الاخباريه بغداد بنسب انجاز متقدمه يواصل فريق الجهد الهندسي والخدمي حملته لتطوير البنى التحتيه والاساسيه في المناطق المحرومه في جانب الكرخ من بغداد اذ شهدت منطقتا التاجيات والحريه شمالي العاصمه اكساء الشوارع وتاسيس شبكات الصرف الصحي والكهرباء فضلا عن الشروع في سد النقص الحاصل في المدارس وفي المراكز الصحيه. في مناطق الكرخ من بغداد وتحديدا ذات الكثافه السكانيه العاليه تتضاعف الجهود من فريق الجهد الحكومي اذ ان العمل لا يقتصر على البنى التحتيه والاساسيه وانما ذهب باتجاه الاتفاق بين الفريق واهالي المناطق على تجهيز البنى الصحيه والمدرسيه بمستلزماتها أعمال قشط وتسوية الطرق الرئيسية وتهيئة الفرعية منها للإكساء مستمرة في التاجيات شمالي بغداد. المنطقة تضم 2400 قطعة سكنية يجري العمل فيها بتنسيق بين دائرة بلدية الكاظمية وآليات الحشد الشعبي. أمانة بغداد وجود دائرة بلدة كاظمية ودائرة المشاريع والجهد الهندسي مال الحشد فالحمد لله هاي كانت دائما ما مبلطة وشغلات مطر بها وبصراحة منطقة تعبان كلش فإذا هذا الشارع بصراحة دان خده وانفتح راح يخدم اغلب الناس منه وبالذات راح يخف عن الزخم مال جسر الدوار. وجود الجهد ودعم دوله رئيس الوزراء ودعم امانه بغداد والحشد الشعبي اللي ما قصروا ان شاء الله نستبشر كل خير ان شاء الله بها بعد ما اجى جهد منطقة الدوانم التابعة إلى الشعلة شهدت هي الأخرى وصول فريق الجهد الحكومي الذي اتفق مع الأهالي على طبيعة الخدمات المطلوبة والأولويات بالنسبة إليهم. منطقة الدوانم منطقة كثيفة 4000 دونم مساحتها عدد وحداتها السكنية 14000 ألف ألف هي وشاكر العاني والمناطق المحيطة بها حدود المليون ساكن منطقة كثيفة استهدفناها من حوالي أسبوع ولا زلنا مستمرين بها كل منطقة تحتاج إلى خدمات بالتأكيد الفريق الكهرباء وفريق الصحة وكذلك التربية يرافقونا بأي منطقة إحنا ندخل حتى نعالج النواقص اللي موجودة بالمدارس والمراكز الصحية شارع شاكر العاني في مدينة الحرية شهد تقدما ملحوظا في مراحل مدّي شبكات الصرف الصحي اذ مضاعفه الاليات التي تعمل للاسراع بانجاز المهام والانتقال الى مرحله الارصفه والشوارع من بغداد زيد الطائي قناه العراقيه الاخباريه مع اتساع مساحات التصحر بسبب انخفاض الاطلاقات المائيه من دول المنبع عبرت وزاره الزراعه عن تفاؤلها بارتفاع نسب فرص تساقط الامطار خلال الشتاء الحالي من أجل رفع الخطة الزراعية التي انحسرت بمليون ونصف المليون دونم فيما بينت وزارة الموارد المائية أن نسبة التخزين أو الخزين الاستراتيجي للعراق ما زال في انخفاض فيما تأمل الوزارة بموسم ممطر خاصة في المناطق الشمالية مساحة واسعة خرجت عن الاستصلاح الزراعي والإنتاج الفعلي بسبب الجفاف الذي ما زال يهدد البلاد اذ لم تتجاوز الخطه الزراعيه الاروائيه اكثر من مليون ونصف المليون دونم بسبب تداعيات الجفاف اما بعد هطول الامطار التي كان الجميع بانتظارها يعود الحديث عن مدى امكانيه شمول اراض زراعيه اكثر وضمان تحقيق الامن الغذائي سقوط الامطار حقيقه نعتقده انه في الحاله بالاتجاه الصحيح اي اكيد سيساهم في وجود غطاء نباتي جيد وخاصه في جنوب العراق اليوم محتاجين الامطار للغطاء النباتي اما مساله تغيير مواعيد الخطه او زياده المساحات هذا يتعلق بوزاره المواد المائيه التي هي تقرر مدى زياده الخزين المائي اذا ما كان هناك سقوط الامطار توسيع الخطة الزراعية مقرون بمدى كميات هطول الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد، كونها ستعزز الخزين المائي الذي انخفض جداً وفق وزارة الموارد المائية التي أكدت أن نسبته لا تتجاوز 11٪ من الطاقة الخزنية المتاحة سقوط للأمطار مبكر أو تغير التوقعات الجوية للأرصاد العالمية ممكن زيادة الخطة الزراعية بناء على هذا التوقع لازال زال خزين المائي مستمر في الانخفاض نتيجة أن الإيرادات المائية التي ترد إلى الخزانات العراقية هي أقل من الإطلاقات المائية من هذه السدود نأمل أنه إن شاء الله خلال الفترة القادمة أنه تتعزز الأمطار بأمطار أكثر وأقوى خصوصا في المنطقة الشمالية لتعزيز الخزين المائي وبالتالي ممكن إعادة النظر بالخطة الزراعية لا زال لدينا وقت وبشأن المباحثات بين العراق ودول المنبع وإطلاقات المياه تواصل وزارة الموارد المائية سعيها لحل هذا الأمر الذي أخذ وقتا طويلا دون حل ناجع بين الأطراف المعنية وما بين ذلك المعاناة تتفاقم بسبب شح المياه وخطر جفاف الأراضي سجا العراقية الإخبارية بغداد بدء قمه العشرين في اندونيسيا بجدول اعمال تتصدره الحرب الاوكرانيه واشنطن وبكين تتفقان على عدم استخدام الاسلحه النوويه في الملف الدولي انطلقت في جزيرة بالي الاندونيسية قمة مجموعة العشرين بمشاركة سبعة عشر رئيسا من بينهم الرئيس الأمريكي والصيني والتركي وقبيل القمة حث الرئيس الاندونيسي جوكو ويدو دودو الدول الأعضاء على المرونة في مواقفها حتى يتم التوصل إلى تعهدات ملموسة بالعمل المشترك من أجل تعافي الاقتصاد العالمي وشدد على أن يشمل ذلك الجانب الاقتصادي ولا يقتصر على الامن فقط. الامين العام للامم المتحده انطونيو كوتريتش اكد ان الاحتباس الحراري يشكل تهديدا وجوديا بالنسبه للبشر. كوتريتش خلال مؤتمر صحفي في اندونيسيا اضاف ان مجموعه دول العشرين اتفقت على بذل الجهود للمحافظه على عدم ارتفاع درجات الحراره فضلا عن تبني مصادر الطاقه المتجدده. العلوم تقول ان الاحتباس الحراري يمثل تهديدا وجوديا لنا على كوكب الارض لكن الانبعاثات ودرجه الحراره مستمره في الارتفاع ونحن نقوم بالشيء نفسه ونتوقع نتائج مختلفه وهذه المره قمنا بمقاربه مختلفه هناك اتفاق بين الفئات المختلفه من البلدان ذات الاقتصادات الناشئه والدول المتقدمه ودول العالم الثالث ومجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات، وذلك قد إذا لم يكن هناك تعاون فسينعكس ذلك سلبا على التعاون الدولي. إذا ستقوم دول المجموعة العشرين بجهد أكبر للمحافظة على هدف عدم تجاوز ارتفاع بدرجة ونصف. وكذلك الدول الصاعده سوف تضاعف جهودها من اجل تبني مصادر الطاقه المتجدده وقبل انطلاق القمه اتفق الرئيس الرئيسان الامريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على عدم استخدام الاسلحه النوويه اطلاقا والتهديد باستخدامها في اوكرانيا. البيت الابيض في بيان ذكر ان بايدن اكد ان التعاون بين الصين والولايات المتحده مهم لمصلحه البلدين والمجتمع الدولي. من جانبه حذر الرئيس الصيني نظيره الامريكي من تجاوز الخط الاحمر مع بكين بشان جزيره تايوان. كشفت وزارة الدفاع الروسية حصيلة الخسائر التي أوقعتها قوتها في صفوف الجيش الأوكراني الوزارة في بيان لها ذكرت أنه تم القضاء على أكثر من 120 مقاتلا من القوات الأوكرانية والأجانب في لوغانسك مضيفة أنه تم قتل أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا جراء إحباط هجوم للجيش في جنوب دونسك وفي تداعيات التفجير الذي تعرضت له تركيا اتهم وزير الداخليه سليمان سويلو حزب العمال الكردستاني ووحدات حمايه الشعب الكرديه السوريه بالمسؤوليه عن التفجير اسويلو أكد أن المتهمة التي ألقي القبض عليها مع 47 آخرين دخلت الأراضي التركية قبل أسبوع بطريقة غير قانونية عبر منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا وأضاف أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين المتورطين بالحادث الإرهابي. هذا وقد نشرت السلطات التركيه مشاهد لعمليه القاء القبض على المشتبه بها في تنفيذ تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول الذي راح ضحيته سته قتلى وواحدا وثمانين مصابا واثرت لقطات مصوره قوات الامن وهي تداهم منزلا كانت تختبئ فيه المشتبه بها وضبطت معها وفقا للصور مبالغ ماليه وسلاح ناري قالت الخارجيه الايرانيه ان اطرافا لم تسمها تحاول التاثير سلبا على مفاوضات طهران مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه لتحقيق اهداف سياسيه الخارجيه في بيان لها اشارت الى ان وفدا من الوكاله سيزور طهران قريبا لمواصله بحث الملفات العالقه مؤكده انها سترد بشكل مناسب على اي عقوبه جديده تفرضها الدول الغربيه عليها على خلفيه الاحتجاجات المتواصله وانها لن تسمح لاي دوله بان تتدخل في شؤونها الداخليه وقعت الحكومتان الفرنسيه والبريطانيه في باريس اتفاقا جديدا بشان ايقاف عبور المهاجرين لبحر المانش وبحسب الصحافه البريطانيه فان الاتفاق الذي وقعه وزير داخليه البلدين وزيرات داخليه البلدين لا يشتمل على اعتراض السفن كما ارادت المملكه المتحده ويشتمل الاتفاق 12 بندا من بينها تامين مسيرات جديده للمراقبه واجهزه الاستخبارات المشتركه تعمل بشكل دقيق لتوقيف المهربين وياتي الاتفاق في وقت تتعرض فيه الحكومتان لضغوط في قضيه الهجره حيث ادى هذا الملف الى توتر العلاقات بين البلدين الى حد كبير.